تنظيم هذا الملتقى اليوم هو هام جدا، يأتي في سياق تاريخي هام، سياق اللي يتميز أساسا بالدينامية السياسية والاقتصادية اللي عرفتها الجهة. أنتم تعلمون بأنه العلاقات الإسبانية المغربية عرفت يعني دفعة جديدة من خلال اللقاءات الأخيرة ومن خلال اعتراف رئيس الحكومة والحكومة الإسبانية بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية. وكذلك أهمية هذا اللقاء هو أنه يفتح أبواب الاستثمار للاستثمار للمستثمرين الإسبان اللي اليوم تحضر معنا منهم أكثر من 200 مستثمر إسباني جايين من مختلف مناطق إسبانيا. الهدف عندهم هو استكشاف فرص الاستثمار، وبالتالي العروض التي سيتم عرضها اليوم هي عروض هامة جدا، واللي تعطيهم فكرة عن مقدرات هذه الجهة، عن فرص الاستثمار في مختلف المجالات، المجالات الاقتصادية الهامة، السياحة، الصيد البحري، الفلاحة، الطاقات المتجددة، اللوجستيك، كل هذه القطاعات الاقتصادية. بالتالي هذا الحضور كذلك يظهر بما لا مجال للشك بأن العلاقات الإسبانية المغربية هي علاقات قوية مبنية على المصالح المشتركة، وبأن الإسبانيين هم في بلدهم الثاني المغرب، وحضورهم اليوم معنا في الداخلة يظهر بأن إسبانيا تعطي أهمية كبيرة لشريكها الاستراتيجي المغرب، واللي يعتبر بوابة إفريقيا على بوابة نحو إفريقيا جنوب الصحراء.